أكد مصدر أمني عليم لقناة البلاد أن قيادة الجيش خاصة على مستوى الناحيتين الرابعة والسادسة وصلتها معلومات استخباراتية جدية وخطيرة، فحواها وجود مخطط لدى ما يعرف بتحالف عصابات التهريب والإرهاب العابرة للحدود لتنفيذ عملية إرهابية استعراضية بحجم اعتداء تيغن تورين الذي نفذته كتيبة الموقعون بالدم العام الماضي، وهو ما عكسته حصيلة المحجوزات من الأسلحة الثقيلة التي كشفتها وزارة الدفاع الوطني في بياناتها المتواترة خلال اليومين الماضيين. وأفادت ذات المصادر بأن المخطط الأمني الجديد يقضي باستحداث وحدات مشتركة مختلطة بين حرس الحدود والجيش، وتكون مجهزة بنظام اتصالات متطور تعمل على تأمين ومراقبة الحدود الجنوبية في ولايات وادي سوف، إليزي، تمنراست، أدرار، تندوف وبشار، ويتكفل الجيش بتوفير الحماية والمراقبة الجوية والتدخل السريع للوحدات المختلطة التي تعمل في دوريات على مدار الساعة. هذا ويذكر أن حصيلة الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في العملية التي قادتها قوات الجيش الوطني على الشريط الحدودي بمنطقة تاوندرت 80 كيلومتر غرب تنزواتين بولاية تمنراست قد ارتفعت إلى 10 إرهابيين، وأسفرت عن استرجاع أسلحة حربية وقذائف صاروخية وألغام مضادة للدبابات.